أكد وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصلحي أن احتياطي البلاد من السلع في الحدود الآمنة، مشيرا إلى أن احتياطي القمح يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة تتعدى 7 أشهر. وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمة الروسية الأوكرانية أنه يتم العمل منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية وفق خطة تتضمن أكثر من محور، مشيرا إلى أنها تعتمد على تنويع وزيادة مناشئ الأقماح وإدخال تعديل طفيف على المواصفات. كما قال وزير التموين إن الحكومة نجحت في الحصول على 2.7 مليون طن قمح من دول مختلفة.